بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي كما علمتنا أن نحمد، وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد، وبعد، فقد انتهينا في لقائنا السابق عند خواطرنا في قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. وقلنا إن الحق استهل الآية بقوله كيف، وهي تستعمل للتعجب، والتعجب لا يأتي إلا من خفاء سبب الكفر على المتعجب. فكأن الله يقول: لا سبب لتكفروا، ولذلك يجب أن نعجب كيف كفرتم، أو توبيخا لأن الأدلة قامت على أن الله موجود، وعلى أنه خلق الكون كله من عدم وأمده من عدم، فيوبخهم على أنهم لم يستقبلوا ذلك بالإيمان بذلك الخالق. ثم يلفتنا الحق إلى قضايا الحياة وقضايا الموت، فرق بين بداية الحياة الأولى وفرق بين الحياة الثانية، لأنها جاءت عن أنقاض شيء موجود سلبت منه الحياة فصار ميتا، ولكن أنقاضه لا تزال باقية. ثم يحيينا للبعث. وبعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: إليه ترجعون. نحن نعرف أن الوعد أن يعد القادر على الإنفاذ بخير، والوعيد أن يوعد القادر على إنفاذ الوعيد بشر، ففيه شيء اسمه الوعد ولا يكون إلا بخير، والوعيد ولا يكون إلا بشر. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن جزاء المؤمنين جنات تجري من تحتها الأنهار كان ذلك وعدا، وحينما تكلم عن الكافرين وقال إنهم سيصلون نارا وقودها الناس والحجارة كان ذلك وعيدا. فحين يقول الحق إليه ترجعون، خطاب يشتمل على الوعد وعلى الوعيد معه. لا تستطيع أن تقول أنه وعد فقط، ولا تستطيع أن تقول أنه وعيد فقط، ولكن يقول الخلق كلهم مرجعهم إلى الله، وهم سينقسمون إلى قسمين: قسم يتمتع بالوعيد بجنات كما تقدم، وقسم يشقى بنار كما تقدم. إذن فقول الله إليه ترجعون تطمين لمن آمن، وما دام إليه نرجع ومنه بدأنا، يبقى إذن قوسا الحياة اللي هما أولية الحياة ونهايتها ومرجع بيد من؟ بيد الله. إذن ما دام الأمر كذلك فالعاقل يجب أن لا يخرج حركته ما بين القوسين، ما دام القوسين لله يجب عليه أن لا يخرج الحركة التي بين القوسين عن مراد الله، لأنه منه بدأ وإليه يعود. فلماذا تتمرد وسط القوسين؟ كان من الواجب عليك أن تعرف جميل البدء فتحب فتعبد، وكان من الواجب عليك أن تعرف قبح الجزاء على الكفر فترهب أن تكفر. يبقى إذن إما أن تكون بين محبة لأن الله بدأك بالإيجاد من عدم، وإما أن تكون رهبا لأنك ستعود إليه قطعا. يجب أن نتنبه إلى أن الله حينما أخفى الموت زمانا وسببا وعمرا أخفاه، لم يخفه ليحجبه، وإنما أخفاه ليعلم به إعلاما واقعا. لأنه لو قال لك أن الموت يكون سبب كذا، حين لا يوجد عندك السبب تبقى طامع في أنك هتحيا، عمر كذا يبقى قبل كذا مطمئن،
الله. إذن فإخفاء الله للموت سببا وعمرا وزمانا ومكانا دي مش إخفاء، دي غاية الإظهار، لأنه يريدك أن تترقبه في كل لحظة وبأي سبب وفي أي عمر. يبقى إعلام واسع ولا مش إعلام واسع؟ واسع. إعلام واسع. يبقى مرة يكون الـ 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 الإخفاء هو عين الإظهار المتجلي، لأنه لو قال له سبب أو زمان أو مكان كنا لا نستشعر الموت إلا إن جاء سببه، أو نستشعره إن جاءت نهاية العمر، أو نستشعره إن جاء إيه زمانه، أو نستشعره إن مكانه. لكن الله يريد أن تستشعره مع سبب وغير سبب، وتستشعره كل لحظة لأنه لا زمان له، وتستشعره في كل مكان لأنه لا مكان له، وتستشعره في كل عمر لأنه لا عمر له. يبقى حين يكون كذلك، يبقى خفي أم أعلن؟ أعلن منتهى الإعلان. يبقى إذن يجب أن نفهم عن الله أنه حين يريد أن يبهم شيئا لا تقول أنه أبهمه، لا، ذا أبهمه ليعلم به إعلاما شاملا، لأنه لو أعلم به على وجه لعلم في ذلك الوجه ثم خفي في كل الأوجه، ولكن الله يريد أن تستشعره في كل لحظة، ولذلك يجعله واقعا. إذن مسألة لا ضابط لها إلا أن الله حين يريد أن يكون يكون. يبقى معنى ذلك يجب أن الخلق يبقى مرعبب، يبقى يجب أن يكون الخلق دائما في انتظار. والذي يعصي ربه ما الذي يضمن له أن تفيض روحه وهو في معصية الله فيلقاه وهو عاص له؟ من يضمن دي؟ كنتم إيه؟ أمواتهم فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. انتهت قصة الحياة وقصة الأحياء كلها في لحظة كلها. الحق سبحانه وتعالى حين يقول ثم إليه ترجعون يطمئن الطائع ويرهب العاصي، يعني الطائع الذي أتعب، لأن الطائع أتعب نفسه بالتزامه بمنهج الله وقيود افعل ولا تفعل، وقد يكون قد حصل له ضرر من ذلك، وقد يكون آله حصل لهم ضرر من ذلك. الرجل الضيق الدخل اللي أولاده عايشين على حلال دخله، وبعد ذلك رجل آخر في مثل عمله ولكنهم يعيشون في مستوى عال رفيع من دماء الناس، هؤلاء وسع هذا عليهم وهذا ضيق على نفسه بسبب التزامه، فلو لم يكن عنده ثقة ويقين بأنه سيرجع إلى الله ليستأنف دارا باقية بالنعيم الباقي الذي لا يزول وتكون أمامه مجسمة كده، ما كانش يصبر على شقاء نفسه وشقاء عياله. ولذلك ربنا بيقول وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فلما يقول لك إليه المرجع يعني لا يضيع عنده صاحب التزام ولن يفلت منه صاحب تحلل. وما دام إليه ترجع يعني إيه؟ يعني ربما كان لك جاه منعك من أن يضرب على يدك، أنت بتعمل أشياء كتيرة أو تستحق أن تحاكم عليه وتضرب، لكن للجاه سندك محدش يقدر يقرب ناحيتك خايفين مثلا، يقول انت هتيجي في حته يكون الامر كله لله، مفيش في امر لحد تاني. اللي بيخلي اصحاب الاجرام يفلتهم ان لهم جاها من احياء، لكن هناك مفيش حد له حاجه ابدا الا الرب وحده. ولذلك انا قلت لكم عظمه ذلك اليوم تتجلى في قوله لمن الملك اليوم، ادي العظمه. كأن الملك في غير اليوم لم يكن لله، لا، هو ملك لله موهوب لخلق من خلق الله، ولكن الملك في الآخرة لا يوهب لأحد أبدا. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. يبقى إذن ساعة ما نسمع وإليه ترجعون دي يوم المؤمن الذي التزم يزداد اطمئنانا على جزاء التزامه،
وحين يزداد اطمئنانا على حسن الثواب والجزاء على التزامه في الدنيا وأن الله سيعوضه كل ما فاته بخير مما فاته وأخلد مما فاته يقبل على العمل لأنه فاهم أنه إلى الله راجع. وهناك الآية الثانية بتقول لا ظلم اليوم، كأن كان فيه ظلم قبل كده. قال لك نعم، لأن في الدنيا كان فيه ظلم لكن النهاردة ما فيه ظلم. يبقى إذن الظالم في الدنيا بيحمي مين؟ معنى ظالم يعني إيه؟ يعني ينقل الحق من مستحقه إلى غير مستحقه، يبقى لابد أن يكون أقوى من المستحق، وإلا كيف يقدر أن يكون ظالما؟ لازم أقوى. أم قال لا ربنا بقى ما فيش ظلم اليوم. ليه؟ لأن المسألة ليست في أحد من الأغيار، إنما المسألة في يد من لا يتغير، في يدي من لا يتغير. فحين نسمع قول الله إليه ترجعون يبقى فيها وعد لمن التزم ووعيد لمن انحرف. وحين يطمئن الملتزم إلى أن جزاءه سيكون عند الله والله ما عندوش ظلم يزداد إغراء بالعمل الطيب ويزداد إغراء بالعمل الصالح. وحين يسمع صاحب الوعيد إليه ترجعون قد لا تهزه لأنه يمكن مش مؤمن بالحكاية دي خالص، لكن يبقى له العتب في أننا ما قلنالوش، فهو بيقولها لهم علشان ما يجيش واحد يقول ما أنت ما نبهتناش إن في حاجة زي دي. يبقى هو ثم إليه إيه؟ ثم إليه ترجعون. وكلمة ترجعون وترجعون كلها دي مرة ترجعون ومرة إيه؟ ترجعون. ترجعون دي فيها عنف الأخذ، مش ترجعون فيها اختيار الرجوع. يبقى كأن الطائح هو اللي ايه؟ هو اللي نفسه ايه؟ يروح لليوم ده لأنه فرحان بما قدم من حصيلة خير. إنما اللي بيتقاعس بقى ده ومش عايز يروح ليه؟ نقول له لا ده الحكاية مش انت، ده ترجع انت، انت ترجع. فصاحب الخير الذي يشرئب ويستشرف إليه يصح دي جواه ترجع، يعني انت اللي تسعى لأنك رايح لخير. انما التاني بقى اللي بيتعترس نقول له لا مش ترجع، لا ترجع. ترجع يعني في قوة تانية قوة تانية هتدفعك، ما تفتكرش انك ما تفتكرش. فمرة يقولها هكذا ومرة يقولها، لان الذين ينتظرون هذا اليوم صنفان، صنف يحب ان يسعى الى الاخرة لانه مطمئن الى الايه؟ الى الجزاء عليها، فهو بده ايه؟ وصنف لا تاني اللي اساء بده يكسكس ما يروحش، لا يا اخي ده المساله مش اختيار، ده انت يوم ايه؟ يدعون الى نار جهنم دعا. يدعون يعني ايه؟ زي انت ما تيجي تشوف كده عسكري واحد واخد على اخده على الاسم كده وهو متقاعس كده يقول له يبقى اذا ترجعون جايه في ايه؟ جايه في غالبيه الوعيد، في غالبيه الوعيد. وبعد ذلك يتكلم الحق سبحانه وتعالى، يتكلم بقى عن المكان اللي يستقبل الحياة والأحياء. يوم يقول إيه الحق سبحانه وتعالى؟ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. تعلق هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا يبقى معناها إيه؟ فأحياكم ثم إيه؟ تتمتعون بما خلق لكم في الأرض وسخر لكم من كل خيراتها، مش كده؟ لكن هذا الخلق لكم موقوت لأنه هيجي إيه؟ هيجي موت، هيجي موت. يبقى إذن كلمة خلق لكم ما في الأرض جميعا دي جاية بين قوله إيه؟ بين قوله كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم. يبقى جاء في فترة ثم بتاع ثم يوم ايه؟ نهم ننتفع احنا بالايه؟ لكن ما دام حيجي ثم يميتكم يبقى يجب ان تكون ملكيتك للاشياء ومعرفتك بان الاشياء مسخرة لك تسخير وملكية موقوتة. تسخير ستبقى لغيرك انما مش تبقى لك انت، الى ان يأتي يوم لا تبقى فيه لا لك ولا لغيرك. يبقى انتهاء المكان نفسه
فحينما خلق الأحياء وقال أنا كنتم أمواتا فأحييتكم، الأحياء دي عايزة بقى إيه؟ إمداد من الإيه؟ من العدم عشان يعيشهم. يقول كده، لكن يجب أن نفهم خلق لكم ما في الأرض جميعا أن الملكية هنا أو الاختصاصية هنا ليست دائمة، بل هي موقوتة، لأن الذي سيقطعها قوله ثم إيه؟ ثم يميتكم. فالذي يحسن استغلال الفترة التي يحياها مكلفا يبقى هو ذا اللي إيه؟ اللي كسب من خلق الأرض وتسخير الأشياء، واستطاع أن يجعل الدنيا معبرا له إلى الآخرة. طب واللي عملها هي كل النعيم؟ نقول له هي كل النعيم، خدها أنت حر، لأن احنا سخرنا لك، ومش هيرجع في كلام ده. يعني ربنا مش هيرجع في كلامه أن الأشياء سخرت لك، ولكن برضو وقدمنا إلى ما عملوا من عمل غير منهجي على دين الله فجعلناه هباء إيه؟ هباء منصورا. هو الذي خلق لكم ما في الأرض إيه؟ جميعا. احنا قلنا إن خلق الأرض وخلق ما فيها أمر غيبي عنا، يعني أمر ما شاهدناش، زي كخلقنا نحن تماما، إحنا لم نشهد كيف خلقنا، يبقى أمر غيبي ولا لا؟ أمر غيبي. يبقى حجتك في العلم به ممن؟ من الله. أيستطيع واحد ممن خلق أن يعرف كيف خلق؟ أو يستطيع واحد مما سبقه خلق الأرض وطرأ هو على الأرض، مش الأرض طرأت عليه، لو كانت الأرض طرأت عليه كنا نقول والله ده شاهد جات إزاي، إنما هو طرأ على الأرض. إنما الطارئ على الشيء يستطيع أن يحدد كيف وجد ذلك الشيء؟ يبقى ما حدش. يبقى إذن خبرها من مين؟ خبرها من الله، هو الذي يخبرنا. ولذلك قلنا في حلقة سابقة أن الحق سبحانه وتعالى بيقول وما كنت متخذ الايه المضلين عضدا ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم، يعني ما شهدوهاش. يبقى اذا ما لهمش انهم ايه يتكلمون فيها، انما انا اللي اتكلم واقول كيف خلقت السماوات والارض وكيف خلقتم، ولا مصدر لعلمكم ايها البشر بهاتين القضيتين الا عن طريقي. ليه؟ لانني انتم لم تشهدوا، وما دام ما تشهدوش تبقى ما عرفتوش. وما كنت متخذ المضلين عضدا، يعني ساعدوني وانا بخلق علشان اقول ده قالوا لكم من وراي، ما حدش كان ويا، انا خلقته ايه وحدي، فعلم ذلك عندي وحدي، فخذوا مني ما اقوله لكم ولا تعتبروا ذلك من نشاطات العقل الطموحيه، لان نشاطات العقل الطموحيه يجب ان تكون في مفيد، يجب أن تكون في مفيد. إلا بالله لو عرفنا كيف خلق الإنسان أو كيف خلقت السماوات والأرض، ما الذي يزيد علينا في تكوين الحياة؟ وهب أننا لم نعلم أو علمنا، أهذا يجعل الأشياء تسخر لنا إن علمنا كيف خلقت، ولا هي مسخرة لنا علمنا كيف خلقت أو لم نعلم كيف خلقت؟ لأن الاستفادة من الشيء لا تعني معرفة الشيء. وأنا ضربت مثل بالريفي أو البدوي اللي بيستعمل الكهرباء، بنوديله فبيفتح المفتاح تطلع بدون ما يعرف دي إيه ودي إيه، هل عدم معرفته بها منعه من أن ينتفع بها؟ إذن فذلك علم لا ينفع وجهل لا يضر. يبقى الذين يشتغلون بهذه المسألة بهوس الطموح الفكري نقول له لا، ودي فكرك في شيء يجدي، ودي طموحك في شيء ينفع، أما في شيء يستوي فيه علمك به وعدم علمك به يبقى شغلت العقل بدون إيه؟ بدون طائل. وكان يكفي أن تستقبل عن الله ما قاله لك، ثم تستأنف البحث فيما خلق الله، لا كيف خلق الله ما خلق إيه؟ ما خلق. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى قال ما أشهدته خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين إيه؟ وكلمة أنا قلت لكم يجب أن تفطنوا إلى كلمة وما كنت متخذ المضلين عضدا، معنى مضل يعني إيه؟ المضل هو الذي يلويك عن الحق، مش كده؟ بيضللك.
أكن ربنا أخبر غيبا إن فيه ناس هيجوا إيه يضلون لنا. أقول لك ده الإنسان كان إرده ده السماء والأرض السماء كانت الشمس وتفتقت وما تفتقتش والكلام الإيه والكلام الفاضل اللي هم إيه قالوا الذي خلق إيه لكم ما في الأرض إيه جميعا. طبعا خد ما في الأرض لأنها التي تقلنا وطبعا عرفنا إنه خلق السماء وعملها بناء وقلنا جعل لكم الأرض إيه فراشا والسماء أي بناء ويمتن مرة بالأرض والسماء وما إيه وما بينهم ويمتن مرة بالسماء والأرض وما بين السماء والأرض وما تحت الإيه وما تحت الثرى. إذن كل شيء في الوجود مخلوق لمن؟ للإنسان. والواقع هذا ولا غير الواقع؟ أروني شيئا من كون الله تأبى على خدمة الإنسان. فيش حاجة تأبت على خدمة الإنسان أبدا، بل هي مزللة طائعة مسخرة. وقلت لكم وللمؤمن وللإيه وللمؤمن وللإيه وللكافر الاثنين، لأن الحق سبحانه وتعالى يقول إنني سخرت لكم، ومعنى التسخير التزليل. لكننا نشهد في بعض المظاهر الكون شيء يتمرد علينا، يتمرد على القاطن. يجي مثلا زلزال، تروح مكان الزلزال مطبق لك الدنيا. ومعنى التسخير انه متطامن كده خاضع وما حصلش ليه في دي. طب وبركان يطلع كده يروح قاذف الحمم وعامل له مش عارف ايه، طوفان يجي ويغرق الدنيا، سيل مش عارف ايه. قال لك لان الله لو جعل الامر رتيبا بحيث تكون كل شيء مسخر ويطمئن الانسان اليه لاستغلى الانسان واستغنى. يقوم لازم يلفت في بعض الأحيان كده إلى أن وراء الأسباب والمسببات والتسخير أشياء أنا أهز بها ضمائر الغافلين، أهز بها ضمائر الغافلين. اللي يقولك يا سلام ده عمل مقاييس عشان تشوف زبزبة الأرض، وإذا كان في حاجة مش عارف إيه زلزال هيحدث. أقول له طيب يا أخوهي بتفاجئكم هيا ها، وتروح دخاكم وعمل المسألة. تبقى إذن المسألة الحق وإن كان خلق الكون بقوانينه ونوامسه، إلا أنني كما قلت لم تخرج القوانين والنواميس عن طلاقة قدرته. يقول لقوانين التسخير ابطلش فتتمرد الأرض عليك ببركان، يتمرد الماء عليك بإيه، يتمرد الريح عليك بعاصفة. الله 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 الله، ايه الحكايه دي؟ قال لك علشان ما تعرفش انك انت بشطارتك عملتها، انا لو لم ازللها ما كانتش تزلل لك. ولذلك قال فزللناها لهم فهم لها ايه مالقون. اذا فقد ترك الله شراسه بعض الحيوانات وان كانت صغيره عشان يثبت ايه قدرته على انه هو اللي زلل، مش انت اللي زللت، مش انت اللي زللت. لان لو كل المسائل مشيت كده زي ما احنا بنقول كانت في رتابه، يقوم نقول ده القوانين هي الحكمه زي الفلاسفه ما قالوا. القوانين هي اللي ايه؟ هي اللي حكمه زي الفلاسفه ايه؟ ما قالوا. لا، بقول ليه؟ اللي خلق القوانين فوق القوانين. اللي خلق القوانين فوق القوانين. ولذلك احنا بقول لك يقول الحيوانات لما انا ما عملكوش الحيوانات عندها ادراك عنكم. ثبت ان البلاد اللي بيحصل فيها زلازل وبراكين اول شيء يتنبه ليه قبلها بمده الحيوانات، وتروح طالعه من المكان ده وجري، وبعدين والانسان بعقله هو اللي يتنيل فيه. فكان برضو ده من ضمن الايه، من ضمن من اللفت من الحق للخلق الى قدرته، ولانه قيوم، ولان ما فيش حاجه خرجت من ايده، هو اخرجها وهي ولكنها لا تخرج من يده. اخرجها قوانين ولكنها لا تخرج ايه، لا تخرج من يده. خلق لكم ما في الأرض إيه جميعا. كلمة جميع دي بقى إيه، تاخدها بقى كلمة اسمها يسموها الكلمة المستوعبة، بتستوعب إيه كل الإيه كل الأجناس. أفرأيتم ما إيه ما تحرسون، أنت بتحرس بس كده وتنمي، وده حق ولا لا؟ يبقى أنصفنا ولا ما أنصفناه؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ سواء كنتم انتوا حرستم واحنا زرعنا برضه هخليه يبقى كويس كده، وبعدين اجعله حطام. ها، علشان ايه؟ علشان لا يعيش فاعل السبب على ما ينتظره من ثمرة السبب، ولكن يظل الله خالق السبب في باله. بعد ما بقى ثمر كده وكويس يجيله ايه؟
آفة كده تروح مطيرة، ولما تجيله آفة وتروح مطيرة يقول يا رب بقى ما فيش، يقوم يجيله من حتة تانية ما عملش حسابه فيه. ادي من حيث لا ايه، من حيث لا ايه لا يحتسب. ليه بيعمل كده؟ في الاسباب اللي تعبنا فيها، وبعدين يجي مثلا طوفان يغرقها ولا حاجه تحرقها ولا بتاع ينزل عليها، يقول لك حتى لا يعيش فاعل السبب خلاص بالايمان بالسبب، ولكن يعيش فاعل السبب ايه بابقاء المسبب للسبب. ولذلك شوف كلا ان الانسان لا يطغى ان راه ايه ان استغنى بالاسباب. طيب خلق لكم ما في الارض جميعا. ساعه نقرا هذه الايه وساعه نزلت هذه الايه على رسول الله وعلى صحابته كان هناك خلق، فتبقى الايه صادقه على ما في الارض جميعا. طب والحاجات اللي هتجد التلفزيونات بقى والحاجات اللي جدد دي ما كانش موجوده يوم الايه ما نزلت. نقول له اهو المخاطب بالقران من الذي علمنا به على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ان تقوم الساعه، يبقى برضه هو اللي خلقه، لان خالق ما منه وجد الشيء يبقى خالق للشيء. خالق ما منه وجد الشيء يبقى خالق للشيء. ولذلك سمينا هناك شيء موجود بالقوه وشيء موجود بالفعل. النواه موجودة النواة بالإيه بالفعل هي، لكنها نخلة بالقوة، يعني ممكن إنك لما تزرعها تبقى نخلة. فساعة لما تيجي النخلة دي ما تقولش ده ما كانتش في الأرض يوم أن قال الله خلق لكم ما في الأرض جميعا، نقول له لا يا أخويا ده كانت موجودة بالإيه بالقوة، كانت موجودة. والنوايا اللي اتوجدت دي ما اتوجدتش إلا من بلحة معمولة السنة جاية السنة دي، تقوم تقول له ما هي بقى اخذ عناصرها من تربه والتربه من تربه والتربه من تربه والتربه من تربه. اذا فكل شيء مخلوق من شيء كان مطمورا في ذلك الشيء ساعه خلق. يبقى خلق لكم ما في الارض جميعا وان كان سيجد ايجاده لكم. يبقى خلق للتلفزيون مش كده، خلق للراديو، خلق للصاروخ، خلق للطياره، خلق للنفس. ليه؟ لان الشيء الماخوذ من مقدمات موجوده يبقى كان موجودا في طي المقدمات، موجود في طي ايه في طي هذه المقدمات. ما تقولش انك انت ايه انك انت جبته. ولذلك قلنا ان الشيء الذي يكون غائبا ثم تستنتجه من مقدمات علمية نقول لك مش غيب ده، لان ما دام تجيب المقدمات تي 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 اللي بيحل لي تمرين الهندسة وهو المطلوب دي اقول ده جيب غيب؟ لا، ده المعطيات في النظرية. خلق لكم ما في الأرض إيه؟ لا، خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. هنا الحق سبحانه وتعالى يجب أن نفهم كل شيء تعلق به في نطاق ليس كمثله شيء. فإن قيل إن الله استوى على العرش، ما تخش استوى على العرش دي زي انت ما تستوي على كرسي. ليه؟ لان في قضية بتحكمنا وهي ليس كمثله شيء. الله حي وانت حي، احياتك كحياته؟ لا. طب ويعلم وانت تعلم؟ علمك عمسك. ويقدر وانت تقدر؟ اذا لما تيجي في استوى دي ايش معنى؟ عايز تفهم استوى الله زي استويت انت الله. يبقى حيث اثبتت له وجودا ولك وجود خلاص، ولكن وجوده ذاتي ووجودي ووجودك غير ذاتي، يعني بالغير. يبقى وجودي غير وجوده، وان اتصفنا بالايه بالوجود حياتي غير حياته. علمي هو يعلم الآن أننا في المكان الفلاني وبنسجل وبنقول كذا، وأنت تعلمها أيضا مش كده؟ ما الفرق بين علمه وعلمك؟ أنه يعلم المكان بكل ذراته والمكين بكل ذراته وانطواءاته، وأنت تعرف شكلية المكان وشكلية المكين. مفهوم ولا لا؟ يعني أنت قاعد دلوقتي بتسمع وما عرفش عقلك فيه إيه،
ويعلمها قبل أن تقع وأنت علمتها بعد أن وقعت. يبقى إذن علمه ليس كعلمك ووجوده ليس. فإن قيل له يد إياك أن تقول إنها إيد زي إيدي بقى، إيش معنى إيدك زي إيدي بقى؟ طب ده أنت قلت وجوده ليس كوجودك وعلمه ليس كعلمك، تبقى لازم له إيد بس غير إيدي. إذن يفهم كل شيء ينسب لله مما ينسب إلى البشر في إطار قوله ليس كمثله شيء. ليس كمثله شيء. نيجي مثلا نقول والتنظير، ولله المثل الأعلى، تنظير تقريب دائما. فإذا كنا بقى حنرتقي شوية في المسألة نقول صحيح بقى، يبقى اللفظ يوجد في الله ويوجد إيه فيه، ولكن الفارق بيني وبين اللفظ هنا واللفظ هنا كالفارق بيني وبين الله. الله الله. يبقى لما يقول استوى بقى ما تاخدوش على انه ايه استوى يعني ايه جلد. لما يقول له وجه ما تقولش ده له وجه كده، ما له يدين مش يضع الجبار قدمه في النار، قل قل على انها ليست ايه ليست كمثلنا. ليه؟ لان له صفات انا احكم بانها ليست صفاتي مش زي صفاته وصفاته مش زي صفاته. يبقى حين يقال استوى، شوف المعاني اللغويه بتاعت استوى ايه. استوى لهم مقالات عليها اربع قد حصلت للفارس الطعان، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه منك، وكذلك قد صعد الذي هو رابع. يبقى لها معاني عده في اللغه تاخدها على معنى ايه. ثم استوى الى السماء يعني بعدما خلق الارض استوى الى السماء فسواهن، يبقى قصد لخلق السماء. يبقى بعد ان خلق الارض قصد الى خلق الايه الى خلق الايه الى خلق السماء، لان الارض تقل والسماء تظل، وما يقلك تثبت به وما يظلك تحتمي به، والثبوت اب قبل الاحتماء. الله مفهوم الكلام. والثبوت الارض ايه تقل والسماء تظل، اللي يقلني دي بيحتملني مش كده، انما اللي بيظلني بيحميني، اللي يحتملني قبل من اللي يحميني، مسألة طبيعية. يبقى استوى إلى السماء قصد إلى خلق الإيه؟ إلى السماء. هنا بقى بعض الناس اللي عايزين يعملوا إشكالات في القرآن يقوم مثلا ما يلتفتش إلى أن المتكلم الحق، وما دام المتكلم الحق وطرح كلامه كده في سوق البلغاء وفي سوق الناس وحفظه، شوف الدقة وحفظه، ومين اللي حافظه؟ مش انت اللي حافظه؟ لو كنت انت اللي حافظه كان يبقى حج عليه يعني. قال لك ده اللي حافظه عشان يبقى حج عليه، ولا يحفظ الانسان حجة عليه الا ان كانت في صالحه، مش كده ولا ايه؟ ما دام هو اللي حافظه يبقى لو انت اللي حافظه كنت اكنك انت تلقفته من الله كده، قلت انا هحفظ القران ده اهو عشان اشوف الكون هيجي على وفق القران ولا ما يجيش. انما اقول لك استطن ده اللي حافظه، وما دام اللي حافظه يبقى انا مطمئن الى ان الوجود الذي ياتي كله مش هيتضارب معاه، لانه لو كان الوجود اللي هيجي يتضارب معاه ما كنتش انا حفظته، كنت خليته كده داري. شوف العظمه بقى. يبقى لو كنت انت تحفظه تبقى مش حجه، تبقى انت مش حجه، انما ده هو اللي حافظه. ولا وانت تحتفظ بكمبياله الا اذا كانت لصالحك. ها قال انا حفظته، معنى حفظته يعني ايه؟ يعني هخليه كده الى ان تقوم الساعه. ليه؟ يبقى واثق ان ما ياتي به كتاب الكون لا يتعارض مع كتاب القران ابدا. ابدا. والا لو كان كده ما كانش هو اللي حفظه، كان خلى يمكن حاجه تتنسي كده، حاجه تتنسي كده، حاجه تتنسي، انما حفظه. وده دليل على انه متمكن من ان ما ياتي في الكون، الكون من خلق الله والقران كلام الله. مش ممكن تتناقض صفة الخلق مع صفة الكلام أبدا. الله. أبدا صفة الخلق للكون ما تتناقضش مع صفة إيه؟ مع صفة الكلام أبدا. لو كان اللي خلق واحد واللي تكلم واحد كنا نقول من الممكن، إنما خد بالك من دي، أن ساعة ما تقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، انظر ما في عظمة هذا الكلام. من واحد سطحي كله حافظ لنا عشان يبقى حج علينا، صحيح لا ده حافظ لنا ويبقى حج له كمان. ليه؟ لأنه لو لم يكن واثقا تمام الثقة بأن ما يأتي في الكون مما لم يكن موجودا سيأتي على وفق ما قاله لما حفظه، إنما حفظه لأنه إيه؟ لأنه واثق ومتيقن، كما يتيقن لنفسه القدرة
حين خلق أول مقدور له، ساعة ما خلق أول حاجة بصفة القدرة قبل ما يخلقها كده قول لها كوني، مش متيقن أنه قادر؟ ها؟ طب بالله ولا يبقاش متمكن؟ آه، يبقى إذن هو متيقن بصفات كماله عند أول مقدور لصفات الكمال، فمتيقن من علمه، متيقن من قدرته. ولذلك أنا قلت لكم زمان ده هو نفسه قبل ما يشهد الملائكة بأنه لا إله إلا هو شهد، شهد الله أنه لا إله إلا هو، لأنه هو إله لا إله إلا هو قبل أن يخلق الملائكة، مش كده ولا لا؟ خلاص كده. ولذلك كمان يقول لك إيه من أسمائه سبحانه المؤمن. طب أنت مؤمن بالله وهو مؤمن بماذا؟ مؤمن بذاته بأنه لا إله إلا الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا عنه وأن يجمعنا بكم في لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.